لكن المؤكد دكتور زغلول بأننا شهدنا كثير من علامات الساعة الصغرى، لكن الكبرى حتى الآن نعم. لم تحدث. طبعا لأن العلامات الكبرى يعني لو ظهر أولها الفترة حتى نصل إلى آخرها العلامة العاشرة يعني فترة قصيرة جدا. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علامات كبرى بالساعة 10 علامات: الدخان، الدجال، الدابة، يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، ثلاثة خسوف: خسف المشرق، خسف المغرب، خسف جزيرة العرب، وآخرها نار تخرج من قعر عدن تزق الناس إلى محشره. يعني هذه العلامات الكبرى وستتم بسرعة شديدة، يعني لم تستغرق وقتا طويلا، لكن لم يظهر منها إلى الآن شيء، لكن لها إرهاصات. يعني التحلل الأخلاقي والسلوكي الذي يسود الكرة الأرضية الآن، كراهية الحق، إحراق المصحف، يعني هذه إرهاصات، لأن البشرية وصلت إلى قضيب من الأخلاق والسلوك والفهم والتدين لم تصل إليه من قبل.